ينضم إلينا من جدة الكاتب في صحيفة عكاظ فهيم الحامد. أهلا بك أستاذ فهيم. أبدأ معك أستاذ فهيم، يعني العملية استباقية لرجال الأمن، كيف ترى هذه العملية في هذا الوقت؟ أولا أسعد الله مساءكم جميعا، وقبل أن نتحدث في أي شيء من هذا القبيل نحمد الله ونشكره ونقول ربي اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، الله يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده والشعب السعودي، لأن هذه أكبر نعمة من علينا الله سبحانه وتعالى، نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الضربات الاستباقية. يعني المنظومة الأمنية السعودية اليوم يعني تحقق اختراق كبير جدا جدا جدا، وهو استكمال في الواقع، استكمال للاختراقات الماضية، ولكن نحن نقول اليوم هم أبو الاختراقات وأم الاختراقات. لماذا؟ لحجم وخطورة هذه العملية واستهدافها لمقرين يعتبران يعني من المقرات الاستراتيجية. نعم. أولا رقم واحد، إذا تسمح لي أحدث البيان، ضيفكم الفاضل يعني تحدث عن الناحية الأمنية، أنا أريد أن ألقي الضوء على هذا المشروع الإرهابي من الناحية الجيو استراتيجية. رقم واحد، حجم العملية وطريقة التسليح الذي يعني كانوا مسلحين فيه الانتحاريين الإرهابيين يعكس أن العملية لم تكن عشوائية على الإطلاق. يا سيد الفاضل، كان كل واحد منهم يحمل 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة. لأنه لا أنا ولا شخصكم الفاضل عنده خلفية كثيرة عن نعم. عن, 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 عن يعني ماذا تعني 7 كيلوغرامات، ولكن يمكن أن يتخيل الإنسان أن هذا الإرهابي يحمل فوق جسده 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة. يمكن أن نعي تماما حجم التدمير والدمار الذي لا قدر الله أن تخلفه. 2، لديهم كانت قنابل يدوية، فبالتالي هؤلاء الإرهابيين كانوا مهيئين وعندهم قدرة عالية من التدريب في العمليات الانتحارية، إلقاء القنابل ثم تمشيط المنطقة ثم الدخول في الله لا يقدر في هذه المنشآت الاستراتيجية والتفجير في الداخل لا قدر الله، أو على البوابات أو في حالة تمكن القبض عليهم تفجير أنفسهم. 2، الكشف عن 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 يعني وكر في منطقة، إذا لم أكن مخطئا أرجو تصحيحي، منطقة الرمال، ولا أعرف بالضبط هذه المنطقة هل هي يعني على في ضواحي الرياض أو في الداخل، لأنه أنا حقيقة ما أفهم الجغرافية الرياض، ولكن حتما هذه ستكون في أعلى الأطراف إن لم أكن يعني أتمنى أن أكون صادقا وهذا اجتهاد. فبالتالي هناك مخطط يعني مرسوم وممنهج، ولم يكن مخطط عشوائي فقط، لأنه استهداف المقرات الاستراتيجية لا قدر الله يعني يعني لا قدر الله تعتبر الوزارات والقصور ووزارات الداخلية والدفاع والمنشآت العسكرية تعتبر كما يقولون هاي فاليو تارجت، تعتبر يعني من المناطق الحساسة والمستهدفة. فبالتالي الكشف عن هذا عن هذه العملية يعتبر اختراق كبير وإنجاز يعتبر للمنظومة الأمنية، وهي التي تم تشكيلها مؤخرا وهو جهاز أمن الدولة. فتحياتنا وتقديرنا واحترامنا لهذه المنظومة التي الآن أصبحت تحت يعني تحت مظلتها كل المنظومات الأمنية، وتحية لكل فرد من أفراد المؤسسة الأمنية الذين ساهموا في كشف عن هذه العملية الإرهابية. رقم 2، المصدر المسؤول تحدث أنه تم يعني عن كشف عن خلية استخباراتية خارجية، خلية استخباراتية خارجية كانت تعمل للعبث في أمن هذا البلاد. فبالتالي يعني نحن اليوم
في الوقت الذي تتصدر فيه المملكة العربية السعودية المشهد السياسي إقليميا وعربيا ودوليا، هي ما زالت يا سيد الفاضل يعني ما زالت هي مستهدفة. ولكن رجال هذه البلد وجنود سلمان الذين هم يعني صادقوا ما عهدوا الله عليه لهم بالمرصاد. نعم، هذه الخلية الاستخباراتية أستاذ فهيم، برأيك من يمول هذه الخلية الخارجية ومن يمول الإرهابيين؟ والله شوف، هذا سؤال يعني أنا أشكرك لطرحه في شفافية، ولكن يعني إحنا لا نريد أن نستبق ونكون يعني أكثر اجتهادا من 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 البيان. يعني إحنا يعني نجتهد، ولكن في هذا الأمر لا نريد أن نجتهد، ومن مصلحة التحقيق ونحن كرجال يعني ليس فقط إعلاميين ولكن نحن رجال أمنيين واستراتيجيين، ونعرف ماذا يعني عندما يقول البيان أو الجهاز أمن الدولة نحن في حالة التحقيق نحن في حالة التحقيق وسنكشف عن 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 المخططات. وأنا اللي أستطيع أن أؤكد لك إنه المملكة بشفافيتها وبصراحتها ستكشف عن كل شيء. لا 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 يعني لا يجب ان لا 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 نستعجل، ترى الامور كلها تحت السيطره وسيتم الكشف عن مخطط ارهابي كبير ضالعين فيه دول ارهابيه بامتياز ودول قامت بتمويل الارهاب ودول ارتمت في احضان هذا الارهاب. نحن لا نجتهد ونقول من، نترك هذا الامر لجهاز امن الدوله الذي نحترمه ونقدره ونثق فيه. نعم، كان معنا من جدة الأستاذ فهيم الحامد الكاتب في صحيفة عكاظ، شكرا جزيلا لك أستاذ فهيم.